في آخر تطورات مفاوضات هدنة غزة، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول بحماس أن محادثات القاهرة مع الوسطاء انتهت على أن تعقد الجولة الجديدة اليوم، مشيرا إلى أنها لم تشهد أي تطورات، فيما أفادت مصادر الحدث بأن حماس وافقت على إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا بالمرحلة الأولى، وذلك خلافا لموقفها السابق. وتشير تطورات الساعات الأخيرة إلى انفراج محتمل في ملف المفاوضات الرامية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، رغم الإصرار الإسرائيلي على الذهاب نحو تنفيذ خطة اجتياح رفح. ومع وصول وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات التهدئة، رشحت أخبار عن تقدم ملحوظ في المفاوضات، حيث توصل الوفد المصري الذي يقوم بجهود الوساطة إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف، فيما تقول إسرائيل إنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة إلا بعد وصول رد حماس، وستمهل الحركة أسبوعا لقبول اقتراح وقف النار في غزة، وإلا فإنها ستشن عملية عسكرية في رفح. حتى الساعة ظلت المفاوضات تراوح مكانها مع إصرار الجانب الإسرائيلي على الذهاب في خيار الحرب حتى القضاء على حماس، وتمسك حماس في المقابل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة. ورغم تباين وجهات النظر والعوائق الكثيرة التي تقف في طريق التفاوض، فإن هناك مؤشرات وترجيح لخيار الاتفاق على صيغة تنهي الحرب التي باتت تمثل عبئا على الجميع وطالت شظاياها القريبة والبعيد. فالقوى الغربية باتت في موقف محرج أمام الرأي العام العالمي الذي ينتفض في كل مكان، ويتوافق هذا المزاج العام العالمي مع ما يجري في الداخل الإسرائيلي، حيث لم تتوقف المظاهرات من أجل التسريع بإنجاز صفقة تبادل الأسرى وإنهاء ترتيبات وقف الحرب، رغم أن حكومة نتنياهو لم تبدي أي ليونة تجاه هذه الضغوط. خاطر احمد اجل شوي. يلا في شغل. شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو على أن وقف إطلاق النار والوصول إليه مرتبط بالاستجابة إلى مطالب الحركة والمطالب الوطنية، مشيرا إلى تمسك حماس بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة وصفقة تبادل جادة. كما أكد طاهر النونو على أن الاتفاق مرتبط بمدى استجابة إسرائيل لهذه المطالب بحسب تعبيره، مضيفا أن مناقشة خروج أي من قادة الحركة من قطاع غزة غير موجود على أجندة المفاوضات. من القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث تامر نصرة. تامر، مرحبا بك، اجمل لنا اليوم الأول من المفاوضات الذي جرى في القاهرة. مساء الخير. المفاوضات مستمرة غدا، لأن إلى الآن لم يصدر عن المجتمعين في القاهرة ما يفيد بوجود أي خطوات صلبة من الممكن البناء عليها. هكذا هي المفاوضات التي تديرها الأجهزة الأمنية بصفة عامة، يكون عليها يعني نوع من التعتيم إلى أن يتم التوصل لاتفاق مفصل يعلن عنه، بالذات فيما يخص الهدنة
ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وخلافه. وبالتالي ما لدينا من معلومات حتى هذه اللحظة يرشح من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها مسؤول حماس، وهي تتعلق بأن حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث بصورة واضحة، أو يعني لم يوصلوا حتى إلى الكلام عن أسماء الأسرى الذين سوف يتم الإفراج عنهم أو التبادل مع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وإن كانت هذه واحدة من النقاط التي سوف تركز عليها هذه المفاوضات، إنما الأهم من هذا هو المراحل التي سوف يتم البناء عليها لناحية وقف إطلاق النار ثم عودة النازحين، وفي هذه الأثناء يتم تبادل الأسرى ما بين حماس وإسرائيل في هذه الحالة. وفي هذه النقطة بالذات هناك يعني عدد من العوامل التي تتحكم في هذا الأمر، تحديدا ما يتعلق بمطالب حماس بأن يكون وقف إطلاق النار دائم ومستدام. وهذه النقطة التي ذكر على لسان أحد مسؤولي حماس خلال حديثه لوسائل إعلام مصرية قريبة من المفاوضات الجارية الآن، بأن هذا واحد من المطالب، ولكن إمكانية تحقيقه بالذات هي ما يمكن أن يقال أنها مرهونة بالضغوط الأمريكية التي يمكن أن تفرضها واشنطن، وخاصة في ظل وجود وفد أمني أمريكي برئاسة ويليام بيرنز منذ الأمس متواجد في القاهرة حتى قبل حضور وفد حماس بالرد اليوم. الرد الذي جاء به وفد حماس جعل من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين مصريين جعلت هناك ارتفاع في سقف التفاؤل خلال اليوم لناحية الحديث حول قرب التوصل إلى صيغة اتفاقية، وإلى آخر هذا الكلام الذي تفضلت بعرضه في تقديمك لهذه الفقرة. ولكن إلى الآن لم يرشح ما يفيد بالذات ما تم الاتفاق عليه. ما نعلمه هو أنه سوف تكون هناك 3 مراحل، كل مرحلة تتكون من 40 يوما، فهذا يجعل إجمالي 4 أشهر نتوقع أن يكون هناك إجراءات يتم البناء عليها واحدة تلو الأخرى. مسألة عودة النازحين على سبيل المثال إلى الشمال مرة أخرى سوف تبدأ في اليوم 7 من المرحلة الأولى، وهذه واحدة أيضا من النقاط التي أثارت خلاف لناحية إصرار إسرائيل على عودة انتقائية، بينما تصر حماس على عودة غير مشروطة لجميع من نزحوا من الشمال إلى منطقة رفح والمناطق الجنوبية. أي تغير تامر فيما يتعلق بحضور الوفد الإسرائيلي أم لا زال على ما هو عليه؟ بعض يعني بعض المصادر أشارت إلى أن الوفد الأمريكي يتفاوض بالنيابة عن الوفد الإسرائيلي، وعموما هناك اتصالات دائما بين الوسطاء مصر وقطر مع الجانب الإسرائيلي، وعادة لا تكون المفاوضات في مثل هذه الأحوال في حالات وقف إطلاق النار وإرساء الهدنة لا تكون المفاوضات بين الطرفين مباشرة، وإنما تكون عبر الوسطاء بصورة غير مباشرة. فمن من الممكن أن نتوقع أن يكون هناك تواجد لوفد إسرائيلي غدا، إذا وخاصة أنه كان قد ذكر أن هناك عناصر من الشباك والموساد سوف تتواجد في هذه المفاوضات، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها بصورة رسمية. وإن كان سواء تم الإعلان عنها أو لا، نعلم جيدا أن الوسيط سواء المصري أو القطري وبالذات المصري في هذه الحالة على اتصال دائم بالأطراف بالطرفين بحماس بإسرائيل، ويطلع الجميع على ما يتم التوصل إليه أولا بأولا، لأن الأمر الآن وصل إلى مرحلة أننا ننتظر ردود على نقاط معينة من أجل التوصل إلى الصيغة التوافقية، وبالتالي الإعلان عن اتفاق أو الإعلان عن فشل المفاوضات. ففي هذه الحالة يعني تكون هذه الأمور غير فارقة بصورة كبيرة طالما لم يتم التوصل لاتفاق واضح يتم البناء عليه أو الإعلان عنه. شكرا جزيلا لك مراسل الحدث تامر نصرت، كنت معنا مباشرة من القاهرة على كل هذه التوضيحات.